الشارع هذا مش ضامنه برشا يعني رغم عمليه قلنا منصات مباشره نعم. 24 ساعه حماس والاخوان مجرمين في الاخير يتلفت احنا نحكوا توصيف سي شو اسمه نتاع الوطن الرحمه يتلفت يقع على اليمين وعلى اليسار شباب يا في عين يعيطوا يا قسام يا حبيب اضرب اضرب في الابيب بالله بالله ورونا الزملاء حبيب يورونا تصويره القسام نعم عزين القسام عزين القسام المجاهد عزين القسام اي نعم تنشوفوها صوره نعم. عزين القسام نحاول نعدوه نعم أي. التصويره هذه لما نحب نشير لها نعم نحب نشير لها والساده المشاهدين قاعدين يتفرجوا يشوفوا في ده مش هذا عزين القسام لا لا نعم استغفر الله العظيم ما زلت عندنا صوت عزين القسام نحاول مره نعم نعم عزين القسام عزين القسام التصويره هذه اللي موجوده على الشاشه الشيخ مناض عزين القسام نعم نعم هذه تصويره نتاع نتاع في تونس نتاع ايش يسمى في تونس نعم. هذا يسمى الاخوانجي فاليساري لا يقول يسارجي والنقابي لا يقال نقابجي وانما الاخوان يقال اخوانجي في اطار عمليه الترذيل والتقزيم والتبخيس نعم اذا الحرب الاعلاميه كلها لا توجد لا على يساري ولا على نقابي فاسد انما الاخوان فهذا تصويرته في الاعلام ايش يسمى هذا يسمى عزيز القسام اللي هو ابو المقاومه الفلسطينيه هذا يتسمى ملتحي يتسمى ملتحي ملتحي ولا السكارجي اللي عنده لحيه يتسمى يتسمى ذاك حدث ذاك اللحيه تولي تغيب الشعر عنده علاقه بالارهاب اما في الخماره يولي طهر يولي يختلط نظريه فلسفيه اي نعم اي نعم فنحن يقول لك مفكر عنده لحيه مفكر نحن اي يولي فيلسوف ومفكراتك صح إيه نعم. نحن لهنا لابد ان نفضح هؤلاء التصويره هذه يكفي ان تمر ولن تمر في اي قناه تلفزيه انا نسالك بالله هل تتصور بعد ان الحرب تضع اوزارها في غزه نعم تتصور ابو عبيده ياخذ فيزا يجي لتونس سؤال الساده المشاهدين على الهواء هل برايكم الساده المشاهدين إقامة. ابو عبيده بعد ان تضع الحرب اوزارها والراجل يحب يعمل شويه دوره في الحمامات في القروان في القيروان هل تونس تعطيه تاشيره إقامة. تاشيره نحكي على تاشيره لن ياتي ابو عبيده لان الكلام شيء والفعل شيء تاكد حتى سعيد اللي يحكي على تحرير كل الارض جاء سامي ابو زهري اقل خطوره من ابو عبيده بوجه مكشوف ورجل سياسي وطبيب. يمر على المطارات نعم. انت تعلم هل تعلم ان الفرنسي يجي حتى بالرقم الصبات نتاعه يقول راني نلبس 42 ويتعدى في المطار نسخه من الاس بي لا من الصبات نسخه من الصبات يقول نلبس 42 يتابع الهويه ويتعدى ينجم يدخل بتليفون من السفاره تعلم ان المواطن العربي الفلسطيني والمواطن السوري والمواطن العراقي وغيره من المواطنين انه لا يستطيع ان يدخل تونس انا الان كلمني مواطن عراقي متزوج يحب يتزوج من تونسيه وبشهادة زيارة وكل شيء ولم يستطع الدخول إلى تونس بحيث ورغم يحب يستحسن ببناتنا ببناتنا لا يحب يسترها وشيء شوف هذه إسرائيل حدودها الجغرافية هي لا حدود لها لكن إسرائيل من النهر للنهر ومن النيل للفرات هي موجودة بين ظهرانينا موجودة في أجهزة أمنية في إعلامنا موجودة في إعلامنا وتشتغل نطوات. وهي الأخطر الطابور الخامس والأخطر بدليل اسمع لي هنا نحب نقول بأنه هؤلاء نعم. المرجفون ذوما الغربان ذوما إيش كانوا يقولوا على أطفال الحجارة كانوا يقولوا بالله الحجارة بتاع الأطفال نعم. مش توصل تعمل حاجة في إسرائيل في الحجر. الانتفاضة التي أحرجت ونكست أعلام العدو نعم قال باهي ألعاب نارية عندما تحولت الحجارة إلى صواريخ إيش قال سي الجودي واحد من غربان تونس شو قال قال اخي الصواريخ هذه الطياره نتاع الزواري قال هذه راهي العاب يدويه قال عنده براعه يدويه حكى للزواري الذي تفاخر به المقاومه نعم في استخدام افكاره ومنجزاته ومنتجاته هو في عمليه المقاومه وقد اكد وقد يعني نفذت و حققت نتائج مذهله خاصه في العمليات الجويه وفي القتال نعم نعم يعني سنصر ايه خلاصه بس يعني نصر الدين باش نحوصوا الفكره احنا راهو مش معناتها مطالب انك تتبنى الفكره نتاع حماس